اي هيدي الدراسة يلي انعملت بالمايو كلينيك بينت انه وقتها الانسان المعدي بحط اللقاح على وجهه وعلى الانف الافكتيفنس يعني القوة تبع هالقناع بتمنع انه الفيروس يروح من الشخص يلي عنده الفيروس للشخص يلي ما عنده الفيروس. هذه الدراسة تبينت انه وقت الشخصين عم يلبسوا القناع هالفيروس هيدا ما له ما بيقدر يروح من هالشخص للشخص يلي هو غير مصاب. تبين من 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 وراء هالدراسة اللي انعملت انه هالمسافة هي اجمالا اذا واحد ما بيلبس قناع هي بين متر ومترين، يعني بعد مترين الدروبلت البلغم يلي بيطلع ما بيوصل بعد مترين، بس اذا الانسان لبس قناع واذا الشخصين لبسوا قناع ما في لزوم بقى لهالمسافة هيدي، لانه القناع لوحده بيمنع انه هالفيروس يروح من الشخص المصاب الى الشخص الغير مصاب.